تعاملت مع الأولاد، هزينا سلاح، طلعنا للجبل بالحقيبة بالكاسكلور، تدريب وقراية فرد وقت. بودور ساندي، ملازم أول بالديوان الوطني للحماية المدنية، انجنيور انفورماتيك، توا نخدم في الديوان الوطني للحماية المدنية كرئيس قسم بالكتابة المركزية. كنت وقت نشوف كومبا خضرة تونو، معناتها سورتو وقت تبدا نشوف مرأة معناتها لبسته، كنت قليل نشوف قبل معناتها وقت قليل، دونك كان طموحي اني نلبس الزي هذاك وحتى انا نخدم معناتها نكون حاملة زي هذاك. دونك كملت تقريت باك ومن بعديك عملت سيكل بريباراتوار بالذمه لي شيء باش اني ندخل الاكاديميه العسكريه، وافكتيفمون معناتها دخلت الاكاديميه ميليتير، من بعد التحقت بسلك الحمايه المدنيه والحمد لله تاو نخدم ولاباس. الحمايه المدنيه حاجه مختلفه على الاخر معناتها على العسكر، التحقت بها عملت لي ستاج الكل اللي يلزم عاون في الحمايه المدنيه يكونوا عنده، بالنسبه للاسعاف انسوندي حرائق الغابات انقاذ في الطرقات، عملنا لي ستاج هذوكم الكل. كملت لي ستاج نتاعي بوندون 9 موا، دخلت نخدم على روحي في الاداره. ما فماش برشا تفرقه ما بين امراه وراجل، لكن كومين أوفون تحسها فمك الفكرة شوية، معناتها ما زالت مرأة، أنت باش تشد قائد، باش تشد رئيس إدارة، باش تشد رئيس مصلحة، ما زالت ماهيش مقبولة كومي الفوق. لكن باقي نخدموا عليه الشيء هذا، والشيء هذاك معناتها ما خلانيش كنوخر ولا حاجة، لا بالعكس كملت وقدمت وبون ما زلت جديدة، نتسمى ما زلت جديدة، مي بإذن الله نكمل وإن شاء الله نوصل رئيس إدارة ونوصل حاجة بها بإذن الله. السلك الامني راهو حاجه طياره على الاخر، و سيتون فيغتي معناتها لنسى سورتو. انا من نظم معناتها من رايي الشخصي، وقت تبدا في الشارع بتونو، وقت تبدا خرجت لبلاصه شافك حد بتونو، نظره الناس مش كيف ما يخزر الانسان عادي، مش كيف ما يخزر للزي. بالنسبه لي انا هذه حاجه بالحق معناتها وهره، وبلغتنا العاميه معناتها وهره، ونشجع اي بنيه اني تدخل السلك الامني وتواصل فيه.